برجي مكان رئيسي، وهذا هو ابن علي عمرو مكان رئيسي. انا شوف تو جرني نقول الواقع، انا سي بن علي هذا يعني هو عمل انقلاب على بورقيبه، ولكن بورقيبه الحقيقه كان تعب ودخلوا خلال الوفاه في ولكن المساله مخروبه في الداخل. انا كنت وزير خارجيه، خرجت من تلقاء نفسي ومشيت على روحي. وقت اللي صار التغيير انا كنت في الخارج، ما كنتش في تونس. وكيف جيت انا تونس شديت داري، عرضوا عليا مره الاولى مره الثانيه، لكن انا في الحقيقه لقيت الناس كل سابقيني. انت تسال شكون هو اللي كان يصح في الاتفاقيه العامه اللي عملوها الباكت، شكون صح فيه؟ انا مش صح فيه، اما صحوا فيه اللي تو موجودين. فهمتني ولا ما فهمتيش؟ قدر لي في عينيه هذوك اللي موجودين في الحكم تو. ولهذا الميثاق الوطني تقصد؟ الميثاق الوطني يرحمك، انا بالعاني راه حبيتك مش تعرف، مش فهمتك اللي في بالك. الميثاق الوطني مش مصحح فيه، اما كيف دخلت وقتها مصحح الميثاق الوطني، يعني الناس كل كانت تتعامل معه ابن علي. بورقيبه كان رئيسي، وهذا هو سي بن علي عمرو مكان رئيسي. بورقيبه كان رئيسي، وهذا هو سي بن علي عمرو مكان رئيسي. بورقيبه كان رئيسي، وهذا هو سي بن علي عمرو مكان رئيسي. أنا كنت وزير خارجية، خرجت من تلقاء نفسي ومشيت على روحي. وقت اللي صار التغيير أنا كنت في الخارج، ما كنتش في تونس. أنا كنت وزير خارجية، خرجت من تلقاء نفسي ومشيت على روحي. وقت اللي صار التغيير أنا كنت في الخارج، ما كنتش في تونس. عرضوا عليا مرة الأولى مرة الثانية، لكن أنا في الحقيقة لقيت الناس كل سابقيني. عرضوا عليا مرة الأولى مرة الثانية، لكن أنا في الحقيقة لقيت الناس كل سابقيني. عرضوا عليا مرة الأولى مرة الثانية، لكن أنا في الحقيقة لقيت الناس كل سابقيني.
اما كيف دخلت وقتها مصحح الميثاق الوطني، اما كيف دخلت وقتها مصحح الميثاق الوطني، اما كيف دخلت وقتها مصحح الميثاق الوطني. الميثاق الوطني مش متاح فيه، الميثاق الوطني مش متاح فيه، الميثاق الوطني مش متاح فيه.